منذ 37 عاماً يتداعى المناصرون والمحاسبون ويقصدون المختار بصمت وهدوء ليضعوا زهرة على ضريح الشهيد كمال جنبلاط ورفيقيه. لكن هذه السنة حطت الذكرى في قاعة الوست هول في الجامعة الأمريكية في بيروت. شريط وثائقي، كلمات، صور، كتب وبعض مقتنيات الراحل الكبير ووجوه من مختلف التيارات والأطراف ضمن حشد فاق وسع المكان. وفي هالغاقي بيت الدين بناه الشيوخ أرباب العقول الشامخة في تطلعها إلى وجهه الحق، دقت أجراس أعراس الشهود من على مآذن أفئدة قلوبهم. وهناك العروس تنجلي في رؤية الزمان أمام صمت العقول وبهاء جمال الدنيا والآخرة.